لاعب اللي راهن عليه كثير المونتيلا، لكن اليوم غير موجود في التشكيله الاساسيه لفرقه كاتانيا. محاولات من فيولا الاختراق، لكن تدخل من ليجرو تالي، الكره تعود من جديد. يلعب كاتايدين في محور الدفاع فريق كاتانيا، محاوله خطيره والهدف، والهدف ياتي لمصلحه فريق فيورنتينا بتسديده قويه عن طريق من؟ يوفيتيتش. يوفيتيتش اللاعب الاخضر الابيز، اللاعب الخطير في خط هجوم فيورنتينا ستيفان يوفيتيتش، يسجل ثلاث اهداف من سبع مباريات. يوفيتيتش لعب كوره في الزاويه الصعبه للدخان. ذكرت وقلت بان كاتانيا يلعب بثلاث لاعبين في العمق الدفاعي، الا ان يوفيتيتش وجد المنفذ للوصول الى شباك ثانيه من خلال هذه الكره، لعبها بونتا مقدمه الرجل، كانت صعبه على الديوخار واستقرت داخل الشباك لتعلن عن تقدم فيورنتينا 1-0. ديلفيكيو في مراكبه كاتمان موناري، ركنيه لكاتانيا، نترقب تنفيذ، تلعب كره مقوسه، محاوله خطيره، فرصه للتعديل، هدف التعادل، هو التعادل لمصلحه كاتانيا. التعادل ياتي عن طريق من؟ عن طريق جنارو ديلفيكيو الباريجو. ياتي التعادل، كاد ان ياتي قبل كره ديلفيكيو، لكن اندريا كاتيلاني ضيع في من جنارو ديلفيكيو سجل. يعلن عن عودة كاتانيا لهذه المباراة. إذا فريق كاتانيا يتمكن من التعديل. قلت بأن فرقة كاتانيا تلعب بشجاعة في اللحظات الأخيرة بهذا الشوط، وبالفعل شجاعة كاتانيا وجرأة هذا الفريق مكنتهم من التعادل. وسط ارتباك، الكرة حبت جنارو، الكرة حبت كاتانيا لأنها تهيت مرة ثانية عند هذا اللاعب اللي لم يتردد في إسكانها داخل الشباك. أمامنا اصطدمت بلعب دي سيلفستري، عادت لجنارو ديلفيكيو انضم في الانتقالات الشتويه. الكره من جديد تعود لمصلحه فريق الفيولا. يوفيتيتش، 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 بلسمو جول، بلسمو جول. يوفيتيتش يسجل الدوبيتا، لكن هذه المره اكسترا اورديناريو، فوق العاده. يوفيتيتش لعب كوره صعبه على الحارس الدخير، لعبها في الزاويه المستحيله. هو الفنان، هو الموهوب، هو اللاعب الاول في خط هجوم فيولا. يوفيتيتش لعب كوره بكل اناقه، وضعها داخل الشباك ليعيد فيولا للتقدم. امامنا الاعاده من جديد، كوره جول امامنا. يوفيتيتش لعبها في زاويه صعبه، مستغل تقدم حارس مرمى الدخان، وبكل ذكاء يوفيتيتش يسكن كره داخل المرمى. هدف ثاني يعود من جديد فريق الفيولا لياخذ الفانتاجو، لياخذ راس بقيه. يوفيتيتش في اللحظات الصعبه، فرانشيسكو لودي في التنفيذ، إمارة الكرة باتجاه ليجرو تالي، ولعب داخل المنطقة، محاولة خطيرة، هدف التعادل، 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 هدف التعادل لكاتانيا. كاتانيا يعدل عن طريق من؟ الجوهرة الأرجنتينية ماكسي لوبيز، يتمكن من خطف كرة التعادل، الهدف الثاني لهذا المهاجم هذا الموسم. كرة أبعدت من خط المرمى، لكن ماكسي لوبيز اصر على اسكانها داخل الشباك. الاعاده من جديد، ابعدها باسكوال، لكن لوبيز وضعها داخل المرمى. فريق كاتانيا يعود للتعديل من جديد امام الاعاده. الكره تجاوزت الخط بصراحه، هي هدف من الاول، هي هدف للاعب بارينيتوس، لكن لوبيز، لوبيز يقطع الشك باليقين بأن الكرة في البورتا، الكرة في المرمى، الكرة في الشبكة، الكرة جول. 2-2، 2-2، الشيء